أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد، لعل المشاهد قد لا يجد جديدا على الوضع السوري بشكل عام والوضع الاقتصادي لمدينة حما بشكل خاص، إلا أن عين الحقيقة تصيب بدقة عن كثب فقط، فالسيء اتجه نحو الأسوأ بشكل تدريجي على مدار العام 2014. دعم حكومة النظام لرواتب الموظفين العاملين في القطاعات العامة أقل من أن يتم التحدث به كما وصفه أهالي حما. فعلى سبيل المثال، تقاضى الموظف الحكومي راتب في بداية العام 2014 مستحقات تقدر ب 28 ألف ليرة سورية، إلا أن التضخم الاقتصادي زاد 3 أضعاف مقابل زيادة لرواتب الموظفين بنسبة 10% فقط. إذن الخاسر بالدرجة الأولى أصحاب الدخل المحدود من الموظفين خاصة. كثير من المطلعين بالداخل على الأوضاع الاقتصادية لمدينة حما على يقين بأن الخلاص الوحيد هو الضخ اللامحدود للسوق المحلية من قبل النظام، إلا أن الطلب مرفوض جملة وتفصيلة نتيجة العجز في الموازنة لدى النظام. وأما خيار تعويم العملة وفصلها عن الدولار يعني بطريقة أو بأخرى سقوط النظام اقتصاديا. قد لا يستطيع النظام تغطية نفقات مدينة حما في العام الجديد، إلا أنه يقينا لن يدعوه الداعمين وحيدا فريسة الفقر الاقتصادي. اقتصاد حما إلى أين؟ يتساءل الكثير بقلق. لا أحد على علم بمجريات الأحداث مستقبلا. سهر الأحمد، أورينت نيوز.